سلام، رجعت لكم فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم نصفة غادي تكون عبارة عن حلوى بلا باطامون. يلا نشوفوا المقادير. الجينواز كنحتاجو 250 غرام ديال السنيدة، 50 غرام ديال الميكسو، 250 غرام ديال الطحين، و 8 ديال البيضات. في بول كنزيدو السكر، الطحين، الميكسو، وفي الاخر البيض. من بعد كنديرو كلشي تخلط حتى كنحصلو على قوام كيشبه الكريمة. وكنكبوه في الماء. كندخلوه الفران على درجة حرارة 170 من 30 حتى 40 دقيقة على حسب الفرن. والكريم كنزيدو 300 غرام ديال السكر مع شوية الماء في الكاسرونة. من بعد كنحطوه فوق النار حتى كتوصل درجة الحرارة ديالو 170، ولكن إلا فاتها يخسر لاكريم، ويمكن نعرفو إلا طاب بهاد الطريقة. كناخدو شوية بالمعلقة وكنديروه في الماء البارد. إلا بدا كيتكتل يعني راه وصلت درجة الحرارة ديالو 170، وإلا بقى كيف ما هو يعني مازال. في بول غنهرسو 10 البيضات، من بعد غنطربوهم مع الخليط اللي درنا ديال الماء والسكر، وغنزيدو كيلو ديال الزبدة مقطع شرائح صغار ورقاق باش ما يطيرش الخليط. مع 70 غرام ديال البخاليني، وراس معلقة صغيرة ديال قهوة سريعة الذوبان. في الاخر كنزيدو نص كاس ديال العنبة ديال الزيت ما فيهش ريحة. بعد ما غطيب الكيكة غنقسموها على جوج. من بعد كنسقيوها بالماء والسكر.
وكنضيفوا عليها الكريم اللي حضرناه مسبقا. من بعد ما نسقيو الطبقة الثانية غنضيفو عليها لاكريم. كنطلقو لاباط اموند بالدلاك من بعد غنغلفوا بها الكيكة. وغنقطعوا الجوانب. وغادي نقادوها باش ما تبقاش منفوخه وما يبقاش فيها الهواء من الداخل.